عندنا جامعه اسمرين والامانه اللي حضر معي دكتور علي اليوم مستدعيناه تحضر، اللي هو مندوب على الجامعه الاسمريه وجامعه المرقب. الجامعتين حقيقه كان تجاوبهم كبير جدا، ورغم انهم هم لما تقارنهم بجامعات اخرى هم جامعات حديثه وامكانياتها بسيطه، لكن الجامعتين كانوا افضل اداء من الجامعات الاخرى اللي هي الاسمريه والمرقب، وكانت استجابتهم مع الفريق ومع كذا، ولهذا هم نجحوا وصلوا. فنبي نشكر الاسمريه وجبنا الدكتور اللي هو في التعاون الدولي، ممكن يعطي حتى كيف نجح في هذه الموضوع، يعني راه تجاوز حتى الجامعات القديمة، كان أفضل منهم بكثير، الأسمرية والمركب. هذه الزوج دخلوا عند جامعة السرت، جامعة بنغازي، جامعة طرابلس، جامعة الزاوية، جامعة عمر المختار، جامعة مصراتة، جامعة سبها، جامعة غريان، والجامعة الدولية اللي في بنغازي، الجامعة الخاصة اللي احنا ندعم فيها بشكل كبير. أشكركم كثيرا وأبارك للجامعات التي دخلت التصنيف وأشجعها وأتمنها، وأخص بالذكر لأن تشجيعا لهم الأسمرية والمركب. هذين كان شغل حقيقة، استجابتهم كانت رائعة وسريعة ووصلوا فيها نتائج كويسة. طبعا دخلوا نجول جامعة طرابلس، يعني دخلت هي وبنغازي حتى في التايمز، هذا أصعب، ما يقدروش الجامعات الثانية، اشتراطاتها قوية جدا ودخلوا فيه. هذين ما بنشكرهمش لأن هم من 50 سنة وستين سنة مفروض أنت مرتبتك في السماء، مش تو اليوم احنا قاعدين نشكروك انك انت دخلت ولا انك انت كذا، لا هذه. ولكن للاسف يعني الملف كان مركون على مدى حكومات ووزارات ولا اهتم به واحد. يعني بنشكر كل الجهود والدكتور طارق والدكتور محمد اللي في اللجنه الوطنيه للتنافسيه، الدكتور عبد الباسط، الله يديمه يقول طارق. الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في البداية أشكر معالي الوزير والسادة الزملاء في اللجنة العليا للتصنيف الدولي للجامعات والسادة رؤساء الجامعات وممثلي الجامعات في حضورهم اليوم. طبعا أنا حنحكي عن تجربة الجامعة الأسمرية في موضوع تصنيف الكيو اس، كيف بدأ. طبعا بدأ من خلال تكوين أو استحداث لجنة التصنيف داخل الجامعة من مجموعة من الإدارات والمراكز والمكاتب ذات العلاقة. بدأ العمل فعليا خلال شهر، يعني من بداية من نهاية شهر نوفمبر الماضي 2023، والعمل الفعلي على جمع البيانات إلى إنهاء الإدخال تم خلال أسبوعين تقريبا، بتعاون تام بين أعضاء اللجنة وجميع الكليات وأفراد الموجودين في الأقسام العلمية بالكليات. طبعا بدأ تم تقسيم الفريق لجنة التصنيف إلى فرق فرعية، بدءاً بجمع البيانات وفلترتها وتصنيفها وترجمتها، ومن ثم عملية الإدخال. الفترة الجمع والفلترة والتصنيف والترجمة استمرت لأسبوعين تقريباً لجميع الأقسام العلمية، لتقريباً يفوق 93 قسم علمي في الجامعة، وتم ترجمة جميع هذه البرامج إذا كانوا يعني غير موجودة مترجمة على الموقع. طبعاً خلال الفترة هذه اللجنة أيضاً قيمت وضع البرامج الموجودة حتى على الويب سايت الموضوع للجامعة، تشوف هل في نقص معين، هل في أشياء غير موجودة، بحيث احنا نعمل نديروا فيدباك للبيانات هذه، ونحاول ان احنا نسد العجز الموجود او النقص الموجود خلال العملية هذه. عملية الإدخال استمرت لأسبوعين تقريبا بواقع 12 ساعة يوميا، من يعني من فترة كاملة يوميا الى يوم 11 يناير 2024 الساعة 11:30 ليلا تم عملية نشر موقع الجامعة بجميع البرامج، يحتوي على 62 برنامج علمي للأندر جراجويت والبوستر جراجويت حوالي 15 برنامج. طبعا العملية هذه استمرت لفترة طويلة وجهد كبير. طبعا الجامعة ضروري يكون فيها تعاون بين اللجان الموجودة وبين الكوادر الأكاديمية الموجودة سواء من أقسام علمية. من هذا المنطلق أشكر زملائي الموجودين في الكليات الجامعة الأسمرية، وأيضا المجهود الكبير اللي بذلته لجنة التصنيف، وصولا إلى السيد رئيس الجامعة الأسمرية اللي كان مشرف بشكل مباشر على هذا الأمر. إلى جانب تصنيف الكيو اس، طبعا أريد الحديث قليلا عن موضوع المجلات. طبعا الجامعة الأسمرية لديها 11 مجلة، من ضمنها مجلة قريبة جدا إن شاء الله ستكون اندكست أو ستدخل ضمن السكوبس تحت السبرينجر ببشر، فمجلة الموارد البحرية نسعولها الآن إن هو تدخل ضمن التصنيف هداي، وباقي المجلات أيضا حصلت على الرقم الدولي من فترة طويلة يعني الأمر هذا. فإن شاء الله الخطى حديثة داخل الجامعة الأسمرية
نحو الرقي بالتعليم العالي في بلادنا. نشكر الزملاء جميعا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.